احنا نشكروها بزاف لانه لاول مره راح نشوفوا مقطع صغير من فيلم احمد باي ونعاودوا نرجعوا لكم. سنوات طوال وأنا أرى في كل ليلة مشهد إعدام أبي. سوف تنال جزاءك اليوم. أبي لا أبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. زلت je vais vous donner l'occasion de regretter votre insolence. لجنرالك كلوزال إن أحمد باي يرفض عرضه. وحد لقتل المنافقين والخائنين. Mon avis est celui de mes amis en Afrique du Nord. Cette occasion nous l'attendions depuis des années. Allez, partez, partez vite. كل تلك الأحوال الأحلام التي كنت أحس فيها أنني غريبة. هون عليك يا أحمد. سيظهر الله الحق. كان هذا اكستريم الفيلم احمد باي حصريا على قناه شروق وفي برنامج كوفي تايم لاول مره عبر القنوات الجزائريه. نشكروا بزاف مدام سميره على هذا اللي اختاريتينا احنا باش يكون منبر.